الجمعة اللي فاتت تبعنا كأس تونس لبناء الأجسام والفيتنس، تظاهرة مهمة جدا، هي ثاني رياضة أكثر شعبية في تونس بعد كرة القدم. سعيد جدا باستقبال أبطال تونس، تحية كبيرة لأبطال تونس الموجودين بحذانا. نبدأ محمد سيف الدين ترابلسي، مينز كلاسيك فيزيك، ألف مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا بك. بحذاك بوثينة سيسي، المرتبة الأولى فيت مودل، تحية كبيرة لبوثينة. مجدي برحومة، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مينز فيزيك بيلدين كلاسيك، نورتنا شرفتنا. محمد أحمد بدرجح، أهلا وسهلا، مبروك مينز فيزيك أوفرول. بحذاك إبراهيم العبيدي، إبراهيم مرحبا، مينز بودي بيلدينج، مبروك، ألف مبروك. ونكمل مع فادي بن عبد القادر، مينز فيزيك ماسكولار، مرحبا بك، مرحبا بك المسكو. أجواء المسابقة، أنتم متوجين، أنتم فايزين، لكن يمكن الناس ما يعرفوش حاجة، أنه وراء الميدالية اللي هزينها ولا الكيسان اللي قاعدين نشوفوا فيهم فما برشة تضحيات، برشة تعب. اليوم من خلال الحصة متاع اليوم نحبوا نحكيوا على رحلة التتويجات، لكن رحلة التعب زادة كيف كيف. سيف الدين، كيفاش تغرمت بالرياضة هذه؟ لا، تغرمت بها في 2016، بديت انترينا. كيفاش معناتها؟ عند صاحبي غرمني بها، فهمت، هو يترينا معناتها وغرمني بها، دخلت معاه من لون ترينا عادي معناتها، وبعديك بشوية بشوية بديت نتغرم وعجبني معناتها. شو اللي موجود في الرياضة هذه؟ ما لقيتوش أكيد أنك وأنت صغير يمكن جربت تلعب فوت، هاند، باسكيت، جربت برشا رياضات، شو اللي لقيته في الرياضة هذه بالذات؟ ما عادش تحس تربتك ديسبليني برشا، منظم برشا في حياتك، ريت تعجبني معناتها، تحس فما ترانسفورماسيون كل مرة تقدم، فهمت، تغرمت بها معناتها بالقدي، حبيت نقدم فيها وبديت ندخل في أمور الكومبيتيسيونيات. هذا أول لقب تاخذه؟ أي، هذا أول لقب، ثاني لعبة اللي نلعبها. وشنو تأثير أول لقب عليك أنت؟ فرحة كبيرة معناتها، بعد برشا تعب، برشا تضحيات، برشا ما عادش كيفاش نفسر لك. واحد ضحى برشا حاجات، ديسبليني لازمك تكون برشا ياسر، فرحه ما تصورهاش، ما تصورهاش معناتها. كان متوقع بالنسبه ليك اللقب؟ والله باش نكذب عليك، انا عملت اللي عليا وخدمت، ومعناتها كيما نقولوا احنا هبطت برشا كونفيونس، فهمت، والحمد لله بعد التعب جات الريزلتا الحمد لله. مجدي، شنو اللي هزك للرياضه هذه؟ انا اباز سبورتيف، مليان صغير نعمل سبيسياليتي كونغ فو. بشوي بشوي بدأت تطور الحكاية، حالينا سال سبور، من وقتها بديت زرع في الغراء، بديت دخلت في مجال التدريب ونحضر في ديزاتليت، جبنا تيترويت في جميع الاختصاصات، من وقتها بدأ الغراء. غرامك كان الكونغ فو، علاش خيرت؟ الحاجة اللي خلتني نبعد على الكونغ فو ما كانتش فما فيديراسيون، ما كانش فما تشجيع، ما كانش فما دورات دولية، وصلت سرتان نيفو ما نلقاش عند شكون نترين. ساعات نمشي للبلايص بعيدة، وصلت مشيت لجيبس مدينة جديدة باش نترين وناخذ معلومة جديدة، خاطر قبل سبيسياليتي كونغ فو فما توصل سارتان نيفو باش تخدم على الانترناسيونال. الانترناسيونال تلقى كان عند مدرب سافر وجيب وكذا. يعني كان انت مثلا، كان لقيت انا التضحيات ولقيت شكون وقف معايا ولقيت الدعم ولقيت التشجيع، كنت نجم نواصل في الكونغ فو، خاطر هذاك غرامي الاولاني. من بعد كي لقيتها هكا تبدل ديريكت هكا. عوضتك اليوم؟ عوضت. هذه التتويج نمره قداش عندك؟ هذا نورمالمون نمره 10. نمره 10 معناتها استنست؟ اي، غرام كي نبدا في ريجيم نبدا نستمتع. فما عباد كي تبدا في ريجيم الستريس نتاع الريجيم يرجعوا على العائله نتاعو، يرجعوا على خدمته. انا ريجيم في شيره، خدمه في شيره. اول مره نسمع واحد يقول لي نستمتع بالريجيم. اقسم بالله. نص المرحلة كي نبدا خارج الريجيم نبدا نستنى وقتاش باش نرجع للقحط والشر. معناتها ما تشتهيش جاتو بريكة مقلية؟ أنا عشق حلو. أما هذيك في مراحل، معناتها كي تبدا عندك وجبة مفتوحة ولا تأجلت اللعبة ولا بعد اللعبة. يعطي برشا ناس شوية من العزيمة اللي عندك. محمد أحمد بدرجح، مرحبا. عايشك هادي، مرحبا بك. محمد وإبراهيم، زوز حاجتي بكم في سؤال مهم. أنتم يعرفوكم مليح ولاد الدومين، متعودين على الالقاب، الميداليه هذه نمره قداش بالنسبه لي؟ 12. ابراهيم 14 15. ما عادش تحسب، ما عادش تحسب. حاجتين تقاضوا على المشاركه بتاعكم، انتم شابعين القاب، عندكم دي كارت برو، علاش تهبطوا وتنافسوا ابطال وشباب يحبوا يحلموا يحبوا يوصلوا؟ كانكم تسرقوا لهم حلمتهم، لانه المسابقه بالاساس الناس هاويين جدد
فقضيت على احلام خاصه الثاني، معناتها نتصور الثاني بالنسبه للفئه نتاعك ولا الثاني بالنسبه للفئه نتاع ابراهيم راهو موجوع توا. ابراهيم هادي ما نتصورش كان موجوع، بالعكس نحن كي نلعبوا نزيد نحفزوا الشباب باش يحطنا معناتها قدوه قدام باش يوصلوا للمراحل نتاعنا نحن. اي مام انت تهز في الالقاب، انت تطلع تهز لقب، لازم تشوفنا العباد باش يكونوا نحن مثال للزاتليت الاخرين، خاطر نحن نلعبوا برا برشا في الساحه في تونس مش موجودين، قليل ونهبطوا نلعبوا هنا، العباد تحب تتفرج فينا، واحنا باش نحمسوا الشباب باش يوصلوا للمستوى اللي نحن وصلنا له ان شاء الله. مستحق لها الميداليه هذه كيما مستحق لها ولد صغير؟ لا انا مش مستحق لها، مي معناتها بدات هي في التحضيرات نتاعي، جات في وسط التحضيرات نتاعي، فهمتني؟ قلت علاش ليه ما نهبطش؟ فهمتني؟ نلعب مني العباد تحب تتفرج برشا معجبين مبين انا ولا بدار يحبوا يتفرجوا فينا ما يشوفونيش في تونس، حكم حتى تشوف الجمهور اللي حضر في اللعبه النمبر اول مره يجي كي تسمعوا معناتها بدا ولا ابراهيم باش يلعب العباد راهي باش تجي تتفرج، والشباب اللي يجي يتفرج من اللعبه هذه جاوا شاركوا 160 لعبه جات تلقى 200، ابراهيم ولا احمد مثال يحب يوصل له باش يكافح اكثر باش يتعب اكثر باش يوصل. خليك مع الابطال، ما احنا زاد كبرت كرشك على لا مش كبرت، مش على حكايه هي فلوس نقعد جانب منافسه، هي كما قلت لك راهي تحفيز اكثر من واحد، نعرف روحي انا باش نربح، مش راني تقليل من الشأن الثاني، راه نحترم فيه المنافسه نتاعو وهو هبط معناتها معايا، مي هو زاد باش يتحفز المره الجايه باش يجيني فوق اعلى، انا ماذا بيا نلقى واحد قريب لي باش يقول ابراهيم يربح ولا لاخر العام الجاي، خاطر انا ما كاريري ما قريب مش مازال معناتها نتصورش ثلاث اربع سنين اخرين. ما شاء الله قداش عمرك ابراهيم؟ انا فوق 40 سنه 42 سنه. ما شاء الله ما شاء الله و42 سنه، من تتسمى من الاولد سكول انت؟ انا مخضرم بين زوز اجيال، فهمت؟ اما انا شنو الباهي الاستمراريه؟ انا نعيش حياتي مسكولاسيون. حياتي سهله باش تكون حياتك مسكولاسيون؟ بالنسبه لي انا متعه، ادمان، وصلت لدرجه الادمان. كيفاش؟ اعطيني مظاهر الادمان. ادمان انا مثلا ناكل حاجه هكا خارج الدايت نتاعي نتقلق. فاتت الوجبه نتاعي الوقت نتاعي نحس روحي تقلقت. ثم حاجه نقصتني، ما نمشيش ندرب نتقلق. السعاده والواحد نحسها كان في القاعه والمنافسه زاد منافسة عندها النكهه وشارم اخر كي تطلع ستيج باش تاخذ ثمره نتاع المجهود نتاعك. بدر خويا نفس السؤال، كبر في كرشك؟ لا باخا نقول لك حاجه، نحن لي كومبيتيسيون راهو يحسنني في النيفو نتاعي، كل ما تلعب بطوله راهو كل ما النيفو نتاعك يتحسن. دو ان دو البطوله اللي جاتنا هذه في الطريق نتاع نحن عندنا بطوله عالميه ان شاء الله في ماي مستر انيفير في لبنان، دونك الكومبيتيسيون هذه جات في الوسط، معناتها نجم انا روحي وي شنو نجم نعمل في الكومبيتيسيون الجايه يعني في لبنان، روحي نشوف الفورما والسايز والشيب نتاعي نعرف روحي باش نخلط بالضبط، اون بلوس النيفو راهو قوي في تونس، راهو زاده فما جينيراسيون طالعه جديده راهي قويه وما شاء الله عليهم، معناتها ما نصورش كان نكبر في كرشي ولا حاجه، معناتها باهي كي نحتك بالجينيراسيون جديده، فما جينيتيك طالعه زاده قويه في تونس وفما برشا وليدات صغار طالعين مصلي على النبي عليهم. تصور الثاني تو شنو قاعد يقول؟ الثاني شنو قاعد يقول؟ ما اكثر من جمله انك سرقت اللقب من قدام عينيه. ما سرقتلوش اللقب، بالعكس هو يزيد يقوى كيكا باش نهار اخر يقول نربح بدا عام اخر عامين اخرين، معناتها موتيفاسيون لي هو، وانا نقعد ديما زاده راهو يجي نقول لك حاجه، لعبتنا راهي تعيش بالالقاب، راهو كل ما تهز تيتر كل ما تزيد تقوى، حتى تقوى معناتها كل ما تستيتر كل ما تزيد التقوى. تصرفاتك على الستيج نتاع واحد يدعوش شويه، معناتها نحسوك انك خارج القانون، عارف روحك انك باش تربح، تدخل تفيس على الناس كل نوع من الاستعراض الزايد والثقه المفرطه. هو هذاك هو العباد جاي يتفرج فينا، العباد تقص في تسكر جاي باش تفرج فينا احنا في العرض نتاعنا في الشو، في دخلتك في وقفتك في ضحكتك في تبسيمتك، فك الفازات اللي قلت لي انت نعمل فيهم هذاك العباد جيت تشوفهم علي تعرفهم علي بدا هذاك هو مغرور، مش مغرور مش غرور، لا لا عارف روحك ستيل عارف روحك ناجح من قبل. ممكن منين تستمد الثقه هذه في روحك؟
من خدمتي نعرف واش نجم نعمل هادي فوق ستيج، نخدم برشا نتعب انا بريباراسيون، راني نتعب معناتها راه ممكن ساعه نغزر روحي في المرايه نقول ما فماش حد، معناتها الاولاد دوم يعرفوا نحسوا روحنا نقول فما حد يحضر كيفي، معناتها تصورش كان واحد نقول متعذب كيفي ولا يترينا قدي ولا يريجم بالحق كيفي ولا سون فوت. شنو هي مظاهر الوجيعه اللي تعيشها وقت التحضير؟ متعه ما نجمش نوصفها لك. انت استعملت كلمه متعه، انا استعملت كلمه وجيعه، اللي نراها انا وجيعه مثلا الوجيعه هذيك انا نبدا نلوج عليها، نبدا نمشي للوجيعه هذيك باش نلقاها باش نشيخ في السيونس نتاعي، نبدا ساتيسفي على الله. كان محس بالوجيعه هذيك ما نروحش بالسال دو سبور، فما وجيعه مهوله تصير لي سينو ما نروحش. على ذكر الوجيعه هذه فما هرمون اسمه الاندورفين، هرمون السعاده، معناتها يفرز الجسم وقت الاحساس بالالم وي. ويعطي نوع من الشعور بالسعادة والاسترخاء ويخلي اللي يحب يمشي للقاعة الرياضة يحب يعاود يرجع رغم أنه فما غاديك فما حاجات قاعدة تتقطع في بدنه، فما ألم قاعد يعيش فيه. صحيح. دونك فما شكون يحكي على إدمان الشيء هذا، ونتصور كلكم مدمنين إدمان الحاجة هذه اللي تلقاها في السالة، الألم هذا اللي تلقاها في السالة، واللي هو علميا كما المورفين معناتها نفس المفعول. فادي مرحبا. عايشكم بيك. انت اصغرنا تقريبا قداش عمرك؟ 21 سنه. اول تتويج؟ الحمد لله. شو يعني لك ساعه التتويج هذايا؟ يعني لي برشا حاجات الحمد لله، بعد تعب بعد تركيز بعد برشا تضحيه اون بليس الحمد لله يا ربي. التتويج مش بالسهل جاي. مش بالسهل. شنو انت تقرا سنة باك؟ باك سنة وي باك ايكو. نتصور انا كان جيت بوك باش نقول لك عايش ولدي اجا لهنا تعمل في سبور حاجه باهيه، قرايتك اهم، السنه تتلهى بالباك وفك عليك من السبور. اكيد صار الحديث هذا ولا لا؟ صحيح صار الحديث هذا وبرشا مرات، معناها صار مع بابا وكل شيء، اما كي نجي نشوفه معناها امي متفاهمه معايا وعرفتني معناها اللي انا فاش قاعد نعمل. دونك تعركت مع بوك وقعدت مع الوالده. اي صحيح. على خاطر من بعديك كي لقاوني معناها قاعد نقدم في النيفو، قاعد السبور ذي دومين قاعد نسترزق منهم في برشا حاجات، معناها ميزانين ولا يشجعوا فيا حتى هم. مفعول الميداليه على العائله شنو؟ فرحه كبيره بالحق، فرحه كبيره على الاخر. انا عرفت كي وصلت معناها لدارنا اول مره واحد امي فرحانه بيا وكل شيء، وانا طالع معناها بالميداي وبالكاس نبكي معناها من كثرة من الفرحه، خاطرني بالحق أمي فرحتها غالية عليا على الآخر الحمد لله. ربي يفضلها لك. عايشك ربي يفضل. إذا ما شفتوش الأجواء نتاع المسابقة، تقرير خاص نعيشوا فيه أجواء المسابقة، مسابقة كمال الأجسام والفتنس. موديل معناتها ولي كومبيتيسيون، انا حبيت على الاخر حاجه هذيك ماذا بيا نكمل فيها معناتها، وحتى نخرج حتى نشارك لبرا، فهمت، نحب نوصل طموحي نشارك لبرا. معناتها التحضيرات من الاول كانت معناها مشينا بريتم خفيف، ومن بعد بشويه بشويه بدينا نقويو في الريتم. التحضيرات بالطبيعه صعيبه، الدايت عندها دايت صعيب. شعور محلي على الاخر بعد عذاب وبرشا جوع وبرشا ديسبلين وبرشا ستريس، ربح مع الوالده تبدا موجوده فخوره بيك، بالحق حاجه مش نورمال محلي على الاخر. هاي هاي البوسه نتاعك. الانتصار هذا نهديه اللي هو ايوب الزروي، نهديه لعائلتي امي خاصه اللي وقفت معايا برشا حاجات ماديا وكل شيء. والله التحضيرات هي باش تكون صعيبه، مشيره نتاعو مشيره نتاعي، هو مشيره نتاعو تعب وبريسيون ومصروف. منافسه باهيه برشا، جاي بعد تعب برشا برشا برشا، ما نحكي لكش بريباراسيون فيست عاديه، تعب ياسر الحمد لله يا ربي، بعد التعب هذا كله كملت بفرحه الحمد لله. باش تحصل اللقب هذا، وعندي مسابقات اخرى ان شاء الله دوليه ان شاء الله قادمه. هاي فرحه ما تتصفش، هي الحقيقه، خاطر الناس اللي يحبوك الكل يشجعوا فيك الكل يجوا معاك، تحس روحك ديما موتيفي، برشا تعب وبرشا تضحيات وبرشا حب، ما
تنجم تعمل حاجه هذيك كي تبدا تحب. هو مجدي انا نعرفه معناه اصحابه اكثر من اصحاب، يعني نعرفه ونعرف اللي دي تايم تاع اللي دي تاج. حتى مش اتليت سهل باش يوصل معناها يعمل كي مجدي. كانت هذه اجواء كاس تونس لبناء الاجسام والفتنس 2 و3 مارس. بوثينا ما نسيتكش انه نحكيه على عالم بناء الاجسام هو عالم ذكوري بالاساس رجالي جديده في تونس. طفله اش تعمل في وسطهم؟ والله هو غرام هادي، معناتها الغرام يبدا من الاول، معناتها ملي انا صغيره نحب نشوف روحي، نحب ديما يبدا بدني بخفي هكا، نحب نعجب روحي، فهمت؟ اما الطفله عاده تحب تكون جسم نتاعها انثوي. اي انثوي. اي ويقال انه رياضه بناء الاجسام تعطي عضلات للبنيه، وفما برشا يراو انه العضلات تنقص من انوثه المراه. اي صحيح صحيح، يجوني عباد يقولوا لي مثال رد بالك تترينا مسكولاسيون، معناتها يقولوا لي رد بالك معناتها باش تولي بدنك بدن راجل وكل، اما بالعكس احنا انا هوني باش نوريو اللي الفيت موديل معناتها تنجم تعمل بدن شيح ميوسكل معناتها فينو، فهمت؟ مش باش يولي بدن تاع راجل، بالعكس تقعد في بدن انثى ومعناتها بدن محليه. حلمك انك حلمك تمشي للخط اللي مشاو له برشا بنات؟ اي بالطبيعه اكلي. لا مش هكاك، انا باش نقعد في الكاتيجوري نتاعي، معناتها هذه الكاتيجوري نتاعي انا نحب نقعد فيها، ما نحبش نولي في نيفو اخر، معناتها فهمت؟ لا ولا كاتيجوري اخرى مع تخاطبني. لا حاجه باهيه انكم الاولاد كل تعملوا في حاجه تحبوها. نبدا معك ابراهيم، كنت فما عقليه قديمه متخلفه تعتبر انه تمشي تترينا حديد باش تولي تخدم من بعد بورتيه في بواتها، ولا حارس شخصي لواحد من الشخصيات. هل اليوم تحس انها قاعده تتبدل تتطور ولا لا؟ قاعده تتطور بحكم خلطي مع العبيد، معناتها النظره تبدلت شويه، خاطر يزم الرياضي كمال الأجسام هو اللي يعطي الوجه الحقيقي للرياضه ذيك كثقافه، فهمتني؟ كممارسه هو يكون فيترين السبور بالاخلاق نتاعو بالانضباط نتاعو، هذاك باش يبدل النظره نظره الناس. ابراهيم انت قبل الناس كيف يشوفوك؟ خلينا نتفقوا انه لو نقف انا بحذاك انا باش نظهر انت باش تظهر مختلف عليا. صحيح. انت تمثل يمكن 1% من التوانسه الموجودين. صحيح. لو تقريبا هكا نقول، دونك انت المختلف، نظره الناس للمختلف كي تتعدى بحذا الناس شو يقولوا؟ والله كل تبارك الله شبيه هكا، تبارك الله شبيه هكا، صحيح تصير لي تبارك الله هذيك موجوده شبيه هكا، شو فيش يعمل فيش ياكل. ما يغزروك القشره العباد، فهمتني؟ ما يشوفوش معناتها المعاناه اللي انت ضحيتها باش وصلت لك المستوى هذاك، معناتها ماكلتك بك الوقت 6 وجبات في النهار، التمارين نتاعك. وصلت مره من المرات تقول مبطل؟ لا ديما مكبش شويه، معناتها المورال يطيح شويه بعد نرجع. بعدها عشت نظرة الناس كيفاش تلاحظها؟ معناتها تدخل انت تحسنت. انا خلطت في بيريود انه تحسنت نظرة الناس، ولدت الجينيراسيون كلها ولات تحب تعمل بدن، عبد كل ولات تحب هكا تعمل فورمه مزيانه على الاخر، فما شويه نتاع شبيه هكا فاش قاعد يعمل، اما توا ماشي للاحسن، معناتها فما نظريه الباهيه تبارك الله ما شاء الله، نحب نقول كيفك كشني نعمل كذا، تحسنت بالكدا بالكدا. الناس على شنو يسالوا لما مثلا اكيد انه عندك انستغرام ولا على شنو يسالوا الناس الصغار في الرياضه هذه؟ على شنو يحبوا يعرفوا؟ يحبوا يعرفوا في قداش مده ينجم يعمل بدن. وهنا نسالك السؤال، في قداش مده ينجم الانسان يعمل بدن؟ ما فماش مده هذه، فما ساكريفيس، فما ديسبلين، فما وقت، فما مورفولوجي، فما جينيتيك، فما لايف ستايل، فما برشا حاجات ماهيش من البده جمله، ماهيش بالمده. فادي توا نشوفوا تصويرتك قبل، معناتها كنت جسمك عادي. في قداش مده جسمك تحول؟ به اول حاجه انا راهو قبل معناها كان بدني الحمد لله، معناها اللي راني يقول لي كنت ترينا وكذا، وانا راهو من قبل ما نترناش، فهمت؟ جربت اول مره قلت برا خلينا ندخل نترينا، جربت اول مره ترينيت شهر ماشي بدني قاعد يتحسن الحمد لله، فهمت؟ اللي يشوفني معناها نظره، اللي يشوفني معناها صحابي كل شيء يقولوا لي ما شاء الله معناها بدنك ماشي ويتطور وماشي ويقدم. كهو كملت في الدومين هذا، كملت زدت طورت من روحي، زدت خدمت على روحي وكهو الحمد لله بشويه بشويه، معناها المده اللي نقولها لك نتاع
نتاع الفورمة كي تبدلت فما نتاع عامين هكاك تبدلت الحمد لله. اما كي نغزل روحي لتو كي نغزل روحي في المرايه نقول ما زلت ما عملت حتى شيء، لازمني نزيد نوصل، لازمني نزيد نخدم اكثر. مجدي انت تتسمى زاد من القدم في الميدان، عندك قداش؟ 2016 معناتها ما شاء الله عشت. اول تيتر 2017 نظرة الناس وانت عندك سال دو سبور هي تبدلت معطيات جملة، ولات موضة، ولات مغرومة برشا، ولات موضة. الموضة تفزدها ولا ليه؟ ولا تحسنها؟ تحسن العباد ولات لاهي بدناتها، تتغرم باللبسة يلزم يقد بدنه باش يلبس بالكدا، النظرة تبدلت. من شنو تعانيو كقطاع؟ مثلا أنا الحاجة مثلا اللي تقلقني من مكان ولا يحط روحه كوتش، يمشي ياخذ الشهادة في وقت قصير ويولي كوتش الزميل ويعمل اسعار وفورفي وبلاك فرايدي وبروموسيون واخلط على زوز، وهذه تقلق. ما نعرفش الحاجه اللي تقلقني انا تقلق، سامحني في الكلمه، اللي يتبعوا العباد هذوك هما الاغبياء، على خاطر العباد الفايقين والواعين والمثقفين يعرفوا يحط روح. كيفاش نفرق انا؟ انت اليوم تكتب كوتش، ابراهيم يكتب كوتش، بدا يكتب كوتش، فادي يكتب كوتش، فما تاريخ، فما بارماريس، فما تيتروات، فما خدمه يزم تتقنن. هي به الدورة التكوينية المدربين يزم تكون تحت إشراف جامعة ووزارة، مش نمشي نقرأ 3 أيام نجيب دبلوم ترينا شهرين نقول لي هاني كوتش، ولا حتى تلعب مسابقة عندك عام مسكولاسيون لعبت مسابقة جيت الثالث ولا تعمل كوتش. ثم يزم تقنين، معناتها تكون عنده شهادة معترف بها من طرف الدولة تحت إشراف الجامعة، زم تأطير تيجي تأطير بالتكوين. به بالنسبة لسيد الغرام هذي شو صرفت عليه؟ صرفت برشا فلوس برشا فلوس وبرشا حرمان وبرشا حاجات باش نزمت انا خلط النيفو هذا. توا كي نحط بالورقه وستيلو نقول مهبول اللي يعمل فيه سيف غرام، ويقول لك غرام. انا اسمعني ريتها المسكولاسيون حاجه فيا، معناتها ما نجمش نقص عليها. انا نخدم الخمسه ونص سته نتاع الصباح، معناتها منظم ما بين خدمتي نزل روبا نتاعي، معناتها انا في وسط الخدمه ناكل نروح نعمل ساعتين نوم نمشي نترينا نروح نقعد شويه ونروح نرقد، معناتها ويعرفوني حتى اصحابي يعرفوني، معناتها انا امور انترينمون ما فادلكش. قداش عمرك سامحني؟ انا توا بيانتو باش نعمل 32. ما تخرجش تسهر، ما تاكلش كعبه بيتزا جاتو جازو؟ انا وصلت قعدت مره خرجت مع اولاد اصحابي قعدنا في ريستو هما ياكلوا وانا قاعد يخزروا لي، قالوا لي نورمال في بيريود بريباراسيون براس بنحكي معاه، قالوا لي نورمال على الاخر ما نلزمش. ما كيما قالوا الويد راني معترت على البريود هذيك والريجيم، تعمل كيف تعمل جو. بدات تدور بالوجبات بتاعك انت في البلايص الكل، في قهوه في ريستورون في بحر في تصور انت في رمضان كيفاش تعمل باني تو نستدعاك مثلا نقول لك اجي نمشي للمطعم نقول لك حضر لي 200 غرام روز هادي و 200 غرام سكالوب ولا كابا حوت شويه سلطه يرحم والديك. ميزان اي لازمك ميزان، كل شيء ميزان، حتى سحور هكاك ماذا بيك شيء يكون وجبة صحية مريقلة. دونك تمشي بالدعوة. هي أنا إسبانية متي لا تحضر لي كمان. إن شاء الله البريباراسيون متي أنا باش تبدأ أول نهار في رمضان. صحية تاع الله. ديجا عندنا بريباراسيون في رمضان. حتى بحر كما قال لك راه بحر عندي ناس ديرو. بحر تزلي روبا متي. نعرف روحي قداش باش نقعد تستحق تروا كاترو با نزم في عرس هادي في حنة في أي بلاصة والله. في عرس في حنة. إي مشينا الحنة صاحبنا هزينا بانية حطينا جبنا العشينا أنا عجبنا بانية. عادي عادي. هي برشا عباد راهي تشوفها سهلة الحكاية، يجي يقول لك أنا نجم نعمل وكذا وفهمت، أما كي تدخل فيها الحكاية والدومين بالرسمي برشا عزيمة لازمك، ولازمك مش عارف كيفاش فاسر لك حاجة صعيبة برشا، لازم تكون مغروم بها الحاجة هذيك. يقول لك أنا مغروم ندخل ما نجمش. يا اخي نشد شهر شهرين ثلاثة ونرخ، نشد عام ونرخ برشا. ماهيش فاسيل، ماهيش سهلة، ماهيش سهلة. يعمل لك شهر حتى أقل من شهر و ما ينجمش يروح حتى الجمعة. وثينة تعيش تضحيات وحرمان أنت ولا؟ أي برشا حرمان. مضحية زادة كيف كيف كل شيء. شنو هي نوع التضحيات اللي تعيشهم؟ بنية ما عندكش الحق في وجبات مفتوحة، ما عندكش الحق لا لا سهريات لا جملة. نقعد في الدار استنس ديجا معناتها وليت تنحب معناتها يعني. انا ريت كي نبدا ماشي للصاله نبدا فرحانه، بدل في حوايجي نبدا فرحانه خارجه نجري. هذا اثر على علاقاتك مع الناس معناتها حتى نهار اخر معناتها ما نتصورش انه الخطيب باش يكون فرحان نتصور معناتها طفله جيت واستدعاك في عيد الحب الريستورون جيب لهم عارف يكون عندي معرس عندي انا سي العبيدي معرس عندي زوج صغار ربي يفضلهم يشكر ربي يفضلك. الحياة الزوجية مستقرة مع علاقة الأجسام؟ مستقرة جدا، نحب نحيي زوجتي يعطيها الصحة، هي تحضر لي في ماكلتي تقوم معي الخمسة تاع الصباح
منظم أموري الحمد لله. يقولوا اللاعب كمال الأجسام معصاب فترات فمسكينة المرأة اللي لا مرتي متفاهمة مع عايشة معي 11 سنين تعرفني ومسكينة تعب معي بالقدير نحييها برشا بعد الوجبات تحضرهم لي مصباح تقوم معي تحضر أنا وياه نحضرهم قالنا نتاع نهار كيف مجدي نفس السيناريو نفس السيناريو نوجه لها تحية شكر كبيرة برشا. الحاجة الوحيدة بركة التعب ما بين الديسبلين هذا والحياة الزوجية اللي هي معناها تو أنا مثلا صغاري صباح نقوم 5:30 نعمل كارديو نروح قبل ما نفطر يلزمني نفطر صغاري خاطر ما يفطروا كما نفطرهم أنا وبعد نهبطهم يمشوا يقروا بعد نرجع نفطر أنا ونكمل نهاري أعزب. لا لا عندي شكون إن شاء الله على خير في الدومين معايا زيد في الدومين هكا هو ما نجم نعيشه لا بالرسمي ذي زيد بالرسمي نوجه لها تحية كبيرة بارسة خاطر مضحية معايا على الاخر معايا لحظة بلحظة ريتمي اللي نفيق انا نحل عيني اللي نرقد معايا لحظة بلحظة تبع معايا في امور ريجيم في بريود بريباراسيون مسايبة روحها ومعايا معناتها في الريتم تاع لونترينمون في كل شيء شدت لي كل شيء بدا خويا انا نقوم طيب ماكلتي وحدي نغسل صابوني وحدي المرأة ولا وجودها لها في حياتي أرتاح هادي هكا كيفاش أرتاح؟ أرتاح خويا توازن تو يجي فادي مازلت صغير؟ إيه مازلت صغير أما ما نتصورش أنه سهل باش تلقى إنسان يتفهم نظام الحياة نتاع بادي صحيح فما بريود في وقت البريباراسيون بريباراسيون نتاع الكومبيتيسيون هذايا مشينا عدينا نهار هكا في بن خيار فهمت هزيت معايا وجباتي في البانيه هما باش يمشيو معناها ياكلوا باش يمشيو يتفردوا كل شيء انا هاز معايا 6 وجبات سي ابراهيم مره ما تفزدش معناتها مره بعد قضيه لازم احنا والبروجرام عيد جينا واحد نبدا في بريباراسيون عيد تصدق عملناه في بريباراسيون عندك كبير فهمتني العلوش ما درتش بيه درتش بيه رغم العلوش بروتين ودهون صحيه ما في برشا دهون برشا فات في برشا دهون عيد كبير ذبحت واكلوا صغار و يعطيكم الصحة باش نشوفوا نتيجة المجهود هذا الكل الحرمان الالتزام التضحية الانضباط هذا الكل في بوزينغ حاجة سبيسيال باش نجمو نشوفوا المجهود متاعكم قدامنا بوزينغ خاص مع أبطال تونس
رجعنا لكم شهر سيدي رمضان على الابواب ان شاء الله يا ربي رمضان مبروك على تونس الكل. دوك نعرف انه برشا يحبوا يمشوا للصالات، برشا عندهم اسئله، انتم اليوم الكوتشوات بتاعنا قد تختلفوا احيانا قد تتفقوا. باش نبداو بالاراء، وانتم قولوا لي صحيح ولا غلط، في شهر رمضان باش نبني كتله عضليه نتمرن قبل شقل الفطر. الور عندي لهنا اجماع انه غلط، ما نتمرن كان بعد شقل الفطر. دونك عندي مجدي يقول صحيح. مجدي صحيح على خاطر ماهيش قاعده علميه ثابته، وكل واحد والنمط نتاع الحياه نتاعو ينجم يكون النهار كامل راقد هو. واضح. وبالنسبه في رمضان الهرمونات الكل نتاع البدن تبدا في الطوب نتاعها. ينجم يترين قبل بساعه وتبدا الاوروبا نتاعو من بعد الكل منظمين، ينجم يخسر حتى ماس مشكله. يترين تمارين المقاومه؟ المقاومه يترناها ما بريتم مش ريتم العادي. اما كي يبدا واحد بطبيعه انت والنمط الحياه كي يبدا واحد يخدم ومرهق في النهار تولي لا. ابراهيم المبدا. مبدا بعد شقل الفطر بالنسبه للانسان العادي، بالنسبه لنا احنا كمعناتها ديزاتليت بعد شقل الفطر بعد الوجبه الثانيه انا نراها فهمني. قبل شقل الفطر. انتم بعد شقل الفطر قداش من وجبه؟ نعم في خمسه وجبات. خمسه وجبات بعد شقل الفطر؟ خمسه وجبات. خمسه وجبات. الوجبه الثانيه نرتاح ساعه بعد نمشي ندار، معناتها تشتيح لي في 11 ونص نص الليل. معناتها تعدي سهريه تاكل انت. عطيكش اللي سخون. تحذير، هذاك هو التحذير. بالنسبه قبل شقل الفطر هادي حتى سمح لي اخوي مجدي باش نتلاقش فهمني. ديجا في النوم البدن الريزيرف بتاع الجلوكوجين يفرغ، ديجا البدن يبدا فيبل. ما تنجمش كارديو صحيح تنجم تعمل قبل شقل الفطر مدة أربع دراج خمسة دراج قبل الذا بعد شقل الفطر. كارديو قوي ولا لا 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 ماشي ماشي سريع. ماشي ديجا باش تدخل في حلقان كريس بدنك فارغ. شو تدخل في الحرقان؟ الميسكولاسيون اي مجهود وخاصة باش يحافظ على الكتلة العضلية راهو بعد شقل الفطر. بعد وجبة الإنسان العادي وجبة يرتاح بعد يمشي للصالة. الإنسان نحن اللي زاتليت ماذا بيك الوجبة الثانية خلي بدني يعبي شوية كارب واحد بعد الترين. دونك تتفقوا أنه وقت اللي عندك مجهود كبير باش تعملوا أعملوا بعد شقل الفطر. بعد شقل الفطر. المخازن نتاعك تبدا معبية. مش ما توليش تمس في الميسكولاسيون. فوالا. مس مسكولات. في رمضان يقول لك باهي عندك الحق تتمرن، اما مده التمرين 30 45 دقيقه ما تتجاوز ساعه على اقصى تقدير، صحيح ولا غلط؟ صحيح. مجدي غلط يقول لنا. غلط على خاطر كيف كيف انت والانسان ينجم يكون ماكل ثلاثه وجبات ومن بعد باش يدخل يترن على روحه ومن بعد ياكل ثلاثه وجبات اخرين وبعد يمشي يرقد. شنو المشكل باش يترن بشده عادي؟ عادي؟ باهي. علاش يلزمني نصغر في مده التمرين بعد شقل الفطر؟ جسمي واكل يقول لك مجدي جسمك واكل. اي ما انا عندي 12 ولا 13 ساعه صايم مانيش بدني فارغ من الماء صايم مانيش قاعد ناكل ما فماش سورس نتاع طاقه في بدني سكر لو فماش كربوهيدرات على قدش من ساعه بعد الشوق فاتري يغزل قدش عندي باش نهضم. دونك راه السيونس تاع نوترمو ما تفوتش ساعه غير بوها ساعه في رمضان ماكس خاطر باش نستحق برشا مجهود باللي حتى باش ناكل بعد شقل الفطر وجبه ولا اثنين كمان مانيش على نهار كامل انا قمت الصباح وكليت وجبتي الاولى ووجبتي الثانيه ووجبتي الثالثه وريقد نومه باهيه. توا رمضان الناس الكل بريسك تخرج ترقد مؤخر قريب للسحور. ولهنا باش نسال مجدي وباش نسال حتى بثينه تترنوا في رمضان كل يوم انتم ولا كيفاش؟ سانك جور خمس ايام في الفطار خمس ايام تترنى؟ لا سي جور ست ايام. في رمضان يتيح الريتم شويه حتى نتاع ديما ايامات لونترينمون على حسب البريباراسيون مش برشا ست ايام على حسب البريباراسيون تاعك. كيفاش هذه؟ تو بالنسبه لي انا في رمضان ترو سيونس كات سيونس ماكس في الجمعه. لو مش في ريكوبيراسيون انت كسرت لي فيبر بيسكيلير. يقول لك اهم لازمها وقت باش نعمل ميتابوليزم بدني نعمل ميتابوليزم استشفاء العضلي. مش كيما في الفطار كيما في رمضان حسيت بالارهاق أربعة ما نجمش نطيح سيونس ترو سيونس. أما سيونس تكون خفيفة ماهيش مش كيما في الفطار معناتها. وثاني نفس الشيء بالنسبة للبنات بالنسبة للولاد. أي كيف كيف. دونك أقل أقل وقت وترينا أربع أيام في الجمعة هكاك. وأساس تعمل تمارين مقاومة أنت دزان حديد. أي أي أما في الخفيف معناتها ما تحاولش ترزنوا كهو ما نستحقوش ديجا باش نرزنوا برشا. ميثود تاع لونترينمون تتبدل. ميثود تتبدل. دونك بالنسبة للناس اللي تمشي للصالة وتعصر في روحها وتدز وكل شيء. سامحني بالنسبة لي أنا 35 40 دقيقة انتونسيتي طالعة ياخذ غرضه البدن سيفيزون سافا مش ما ثماش خفيف نعطيه حقه الميوسكل
ونعطيه حقه في الراحه حتى لين يوصل للفشل. معناتها نوصل للفشل العضلي. اما انا قاري حسابي اللي انا اعطيه باش نعطيه حقه الراحه تغذيه وراحه. هذا في تحكي في الايامات العاديه تغذيه وراحه. بالنسبه ليك فادي نفس الشيء كيف كيف هي خاطر به في الافطار. في الافطار يكون العبد معناه ماكل كرب، كربوهيدرات هو مصدر نتاع طاقه وكل شيء به. كي بشي هو يمشي يترينا في الصيام يعني كل شيء باش يلقى روحه تعب، مش نجم يدز شارج قوي معناه باش يلقى روحه يدز شطر الشارج اللي يدز في الافطار ديجا ما نجمش معناه يدز. انت تتكلم وانا نخمم التلميذ في البكالوريا كيفاش ينجم يعمل. انا مو هذا شنو هو مشكلتي. انت تتكلم وانا نقول خمسه وجبات يلزم يترينا وعندك ستة وجبات ديجا يعرفوا نمشي نقرا معاهم صحابي يعني من با ساعتين نجبد ناكل حتى نبدا في الكاس. علاش انت تستغربها ستة وجبات وما تستغربش واحد كل دقيقه سيجارو مثلا؟ اي اي عندك تستغربها ستة وجبات وهذيك ولا كيفاش نستغرب احنا الستة وجبات هي في الاصل وفي السنه مثلا خمسه وجبات اربع وجبات ستة وجبات ويبداو الوجبات صحيين وفيهم جميع العناصر الغذائيه صحة للدم. مجدي كلامك صحيح وهو انا ما نقولش دخان. كيفاش نستغرب في ستة وجبات ونستغرب ما نستغربش من الانسان اللي بعد ما يشق فطاره وياكل معناتها جبل ماكله صحن الحلو ماشي صحن الحلو جاي والسعرات نتاع صحن الحلو اقل من الوجبه اللي ياخذها برشا. وشوفك الكريشه تلقاه مسلك حتى يترنى قبل شقا الفطر وبعد شقا الفطر ما تنساش روبارم صغار. احنا اي خمسه وجبات اما تلقاه معناتها قصه على به. قولوا لي يقول بالنسبه للسحور اهم حاجه في السحور بالنسبه للاعب كمال الاجسام هو الكازين يعني الالبان والا المسحوق نتاع الكازين. هذا صحيح ولا لا؟ معناتها اليوم باش نعمل السحور نتاعي صحيح الكازين لازم يكون موجود صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح خاطر الكازين رزين مش البدن هو نوع من البروتين. اما البدن يستهلك وقت كبير باش يستهلكه يوصل حتى 6 سوايع بشوي بشوي. الافضل في السحور الافضل في السحور تدخل سورس تاع الكربوهيدرات نتاع البروتين ونتاع الفار وجبه كامله كامل حتى في السحور كارب زاد باش من بعد ما البدن ما يدخلش في حاجات اخرين يبدا يخاطر يستحق. دوك انتوما في رمضان خايفين اساسا انكم كي تطلعوا في الميزان ولا تعملوا الانبادي تلقاو الماس مسكولير نتاعكم نقصت. هذاك الكابوس مشكله كبيره مشكله كبيره انك تخسر ماس مسكولير مشكله يخرج بخف الاضرار والريبا الكل راه لازم فيهم كربوهيدرات وبروتين موجوده الكل لازمك تحاول تكملها. في مثلا انا في رمضان عم ناول ناكل في خمسه وجبات الحمد لله بقيت شاد ميزاني الحمد لله ما تحت الجمله واحده. انت ميزانك بقى ميزاني محافظ عليه. فما حاجه لازم نفهموها اللي هو في رمضان صحه للبدن غير عاديه. معناها صعيب برشا كاين تكون منظم باش تخسر اي حاجه. باهي. خاطر صحه للبدن. باش نكسر الصيام معناتها باش نشق فطري لاعب كمال الاجسام، كسر الصيام كاس حليب ثلاثه تمرات، هل هذا صحيح والا غلط؟ الو بوثينة علاش غلط؟ غلط خاطر باش تاخذ معناتها حليب باش تكسر به الصيام تاعك وانت في الريجيم تاعك معناتها ما لا ما لا لا, لا ما يدخلش في الريجيم لا ما يدخلش الجمله حاجات هذوك ما يدخلوش في الريجيم. باهي ابراهيم الدقله هذيك صحيح سنه اما الدقله مش حاجه مسكره معناتها السكر هذيك باهي فريكتوز باهي وماء حليب لا هي اول حاجه تشق عليها فطرك اكيد الماء اول حاجه هذيك الماء ومن بعد باش تضيف التمر والحليب كالعاده راهي ماهيش قاعده علميه ثابته الحليب كل ماهيش قاعده علميه ثابته انت اللي تعمل على البدن راه فما اتليت يترينا عندي تسمع شنو ياكل وتشوف درجه التنشيف نتاعو تقول هذا كان ياكلهم واحد اخر يولي هكي هنا ندخلوا في حاجات اخرى. هل تقبلوها هذه والا لا؟ رمضان هو شهر التنشيف. لا واضح هو ينجم يكون هل هو شهر بناء؟ ها باش نبني عندي 11 شهر نجم نبني فيهم رمضان ماذا بيا نحافظ على اما جينا رمضان نحن سنين في فتره التحضير صح لازم نحافظ الماكسيموم على النيفو اللي انا فيه. شنو تعليقكم للناس اللي كيف يغزروا لكم يقولوا تو يتعدى مثلا ابراهيم ولا بدا ولا مجدي ولا هذوما كيزرقوا هرمونات هذوما كيزرقوا هذيك قوه الزرارق وانا ما نحبش نولي كيفه
ما وليش كيف جامد انا جامد شويه كيف اول حاجه سمح كمل طبعا وديجا كنا نحكيو على روبا ناكلو في 6 فما بيت تاكل في 7 روباويت في النهار شكون يوصل حتى 8 روباويت في النهار تلقى يقوم 6 نتاع الصباح يرقد 11 نتاع الليل تجي تحسب تلقى يوسم 6 7 و8 روباويت في النهار ذا موضوع نترينيو 6 مرات في النهار اي اما انك نحصرك اليوم في هرمونات نحصرك اليوم في ستيرويد فكره علاش غزل اول حاجه سمح مش راح نفركوها الرمان نحن على ناس المنتخب الوطني تحت جامعة تحت سلطة إشراف نخفع وتحاليل ولا. دورية معناتها مش تقال أنا الهرمونات ما عنديش علاش يغزروا القشرة ثاني حاجة يغزروا القشرة شوف أنت لونترمون اللي ترينيو فيه الماكلة اللي ناكل فيها نضحي النوم بالوقت هذاك اللي يعمل الفارق راه في البدن فهمتني الكلام سهل من برا صعيب ما يتعمقش معاه توجعك توجعك أنت تتعب واحد يخسر عليك كومنتير هرمونات خاطر ما يعرفش عليك انت فاش تعاني كيفاش قاعد انت فاش كيفاش تعدي فيه نهارك كل يوم بيوم وفهمت مش عارف يشوف فيك من برا كهو اتو انا تو نتعذب انا معناتها باش نوصل نخلط انا ماكلتي مع وقتي واحد صار يخدم يترانا يخلط باش معناتها باش يرقد معناتها النوم نتاعو يبدا كامل فهمت يغزلك جوست من برا اما كي يتعمق معاك هو اصلي يتعب معناتها طيب نشوف شكون بطل الأبطال حاضرين 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 بطل الأبطال مع أبطال تونس نخليو الكريسي يرتاح وتوقية العضلات بالنسبة للعضلات نتصور بالعين أكثر عضلات موجودة عند إبراهيم قديش عضلات 107 شيء نت 107 عضلات أي معناتها في الكومبيتيسيون أوف سيزون نوصل 118 مسكين بدنك كيفاش يغذي ال ريت معانيت 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 واكثر واحد شايح فيكم انتم مجدي انه شكون يظهر لك بالعين اكثر واحد شايح؟ يمكن بادا وابراهيم بادا وابراهيم شايحين قديش توصل اقل واحد فيكم وصل الكتله الدهنيه قديش معناتها؟ بين 5-4% توصلوا 5-4% 5-4% اي نوصلوا مرحله انا ديجا نشوف حتى في المسابقه تبداو داخلين معناتها الجلده داخله على ظهرنا نقصوا الماء قص الماء أيه. من البلايس الكل يتيح الماء والجريز حل وجهها كل شيء بعد ترجعوا ترجع في الحياة بعد المسابقة سيف الدين شو عملت؟ طول ماكلة طول الماكلة به تو باش نقسم رواحنا شكون باش يعمل بارفيكس وشكون باش يعمل بيسبس بالنسبة للبارفيكس الشباب ثلاثة عندهم بارفيكس و الأبطال هنا عندهم البيسبس شكون يبدأ الأول؟ اسمع بالعمر 32 سنة سيف بعد قديش عمرك؟ أنا نفوت ونكون بشهرة بشهرة إيش من هنا؟ 3-2-1 توب 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 20 حاجة هيلة برافو هاي بادي بالعمر هاي بادي هاي 1 راك ربح 2-3-4-5-6-7-8-9-30 اما كاسحينا هيا فادية صعيبة بارفيكس تخدم البدن كله الظهر بسيبس اكثر حاجة الظهر بسيبس 1-2-3-4-5 اطلع بالقدام 3-7-8-9 اطلع بالقدام 10-11-12-13-14-15-16-17
23. الترتيب واضح؟ ها؟ جرب برفيك. تحب تجرب برفيك؟ نجرب نجرب جرب شجعوني برفيك. اي شجعوني برفيك. ما يبرهو ما يبرهو. قديش ميزانك ابراهيم؟ تو 110. سيسنا على الماكينه كاملة. 13 بركي وكاملة. بسم الله. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، كعبة. خاطر بنيت الكاميرا على الوجه. اي ما غادي الكاميرا على الوجه باش تحسوا قديش الحجم بتاع المعاناة. به البيسبس باش تطيح وحدك. رزينة عندنا قديش؟ 40 50 50 هاي دو هادو 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 يال 30 برافو. بعد استعد التحليل شويه اخي. زين 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 برافو يعطيكم الصحة. نستقبل مدرب المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيتنس إيهاب زاوي. أهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا بك هادي. لاباس؟ الحمد لله ترونكيل. مبروك نجاح المسابقة. عايشك يبارك فيك. عايشك ميرسي. هذوما اللي شفناهم هما جزء صغير من منتخب وطني من ليكيب ناسيونال. قداش عندنا من أتليت تقريبا؟ والله هو يحصرنا البيدجي البيدجيتيزاسيون نتاع سلطة الإشراف اللي باش تمدنا بيه. دونك من بعد باش يكون فما اون ريونيون معناتها تجمع مغلب أطراف الجامعة التونسية لبناء الأجسام والفتنس ويتم على أثرها هي تحديد معناتها النومبر إكزاكت حسب البيدجيتيزاسيون اللي عندنا باش وقتها نحددوا النومبر. إن شاء الله ينجم يكون أونتر 10 15
مازلنا ما نعرفوش بالضبط. ان شاء الله يا ربي يقع صرف اعتمادات كبيره للناس هذوما، على خاطر نحبوا نشوفوهم ابطال على صعيد اقليمي وكذلك على صعيد عالمي. دونك اللي عرفناه انه فما مسابقه قريبه هي في ماي ان شاء الله 31 ماي باش تكون في بيروت مستر يونيفرس، وان شاء الله يا ربي نروحوا برشا ميداليات ان شاء الله. حظوظنا شنيه عربيا؟ والله عربيا حظوظنا راهي كبيره برشا، ما عندنا شيء ناقصنا سورتو توا للامانه، معناتها توانا عضو في الجامعه من 2016، اما براتيكمون قبل ما كانش فما حتى خدمه، فهمت؟ كنت جوست يعيطولي قبل ما تصير كومبيتيسيون بجمعه، جوست لي بريباراتيف وكل شيء، فهمت؟ توا صدقني ساقي حفيات ماشي جاي على الجامعه، لي فورماسيون، فهمت؟ لي سيمينير، لي ريونيون، برشا برشا حاجات. دونك مشكورين الجامعه كل، فهمني، على راسها السيد رئيس الجامعه تبع السيد وائل هيشري، ومشكوره زاد صوت الاشراف، كلمه حق تقال على خاطر قبل عندهم الحق، ما كانوش يغزروا لنا غزره باهيه، فهمت؟ تو كل شيء تبدل. اما يهاب ماذا بين نتكلم شويه بصراحه، انه القطاع هذايا في تونس عنده شعبيه كبيره برشا، والشباب تبارك الله ياسر مضحين بوقتهم بفلوسهم. اليوم نحب دي سبونسور يجيوهم، نحب ناس تدعمهم، نحب ناس تفيدهم، نحب ناس تقف معاهم. قداش انتم عندكم دور كجامعه انكم الناس هذوما زاد كيف تساهموا باش تعاونوهم على الاقل باش ينجموا يكونوا؟ شوف، احنا الدور الاساسي نتاع الجامعه باش اننا نستقطبوا لي سبونسور باش يجيو يمولوا هو نجاح التظاهرات. حسب ما شفت انت وبرشا ناس شافت التظاهره اللي فاتت هذه اللي ما عندهاش اسبوع، معناتها بصراحه لقات نجاح على كل الجوانب، فهمني؟ تنظيم، تأطير، نيفو نتاع لي زاتليت، ريت حاجه والناس كل شافت حاجه بصراحه ما كنتش قبل نشوفها. دونك هذه حاجه من الحاجات اللي باش تشجع لي سبونسور انهم يجيو يحطوا فلوسهم في لي كومبيتيسيون هذيا، كو سوسوا للي بري معناتها اللي باش يخدموا لي زاتليت، والا هو من بعد باش يختار اتليت يحب يسبونسوريه، معناتها طول لون دو جو سي با لاني معناتها سبورتيف هذيك ولا حاجه، فهمت؟ دونك هذه اكثر حاجه انا باش تشجع سبونسور انه كي يلقى نجاح نتاع اللعبه دونك هو اوتوماتيكمون باش يتشجع انه يجي يحط فلوسه. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. نشكركم برشا، نشكر لي زاتليت الكل، الف مبروك، وان شاء الله ترجعوا لي بعد لبنان، على خاطر بالحق تحدي كبير باش يكون، وان شاء الله المره هذه عاد راب تونس هو اللي باش يكون معناتها موجود، وان شاء الله ربي تكونوا قد المسؤوليه. معبلين عليكم برشا مع الفريق الكل، نشكركم بالتوفيق. نعرفش شباب، نخلي لكم كلمه الختام بالواحد، خلي نبدا معك انت. باهي، دونك انا هو فما شكر كما قلت لك للامانه، معناتها الجامعه كيفاش وليت، كيفاش وليت، دونك بجميع اطرافها، شكر لسلطة الاشراف، وزارة الشباب والرياضة اللي عطات فينا ثقة مرة أخرى، وسهلت لنا سيرورة العمل وبرشا حاجات، وعندي شكر خاص للي علمني برشا حاجات اللي هو سيتان سويس، سيتان بريباراتور اكسبير اون فيزيولوجي انترن، لورون إيغاز، ميرسي أ توا، دونك سي أونتر أوتر غراس أ توا كو جي بو دوني تون أ سو سبور، إي دي زانفو إي دي كونساي كو جو كاليفي دو فالوروز إي انتيريسونت. يعطيك الصحة إيهاب جوي، شكرا. ليزاتليت نتاعنا، خليني نرحب بهم مرة أخرى، بثينة ساسي، محمد أحمد بدرجة، حفادي بن عبد القادر، مجدي بن رحومة، إبراهيم العبيدي، محمد سيف الدين الترابلسي، أحفظهم ليحلى سامي، هذه أكيد باش يكون عندها مستقبل كبير وباش ترجع البلاتو لهنا إن شاء الله يا ربي بتتويجات عربية وعلاش لا عالمية. شكرا لكم، كل نجاح، كل التوفيق، يعطيكم الصحة. ميرسي عايشك، يعطيك الصحة. كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري، شكرا لكل الضيوف، شكرا لكم على الوفاء والمتابعة، شكر خاص للفرقة الموسيقية، فرقة مزيكا بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس الموعد. باباي ناس كل، رمضانكم مبروك.